أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا 6 على 6. برحب في البداية بأستاذ سيد. يا أهلا بيك، إزي ازيك يا حضرتك؟ أحمد؟ ومرحب بالمشاهدين والمتابعين كلهم. وإحنا الحلقة اللي فاتت نوهنا على حاجة قد تكون هتحصل، وكان لنا السبق الحمد لله، واللي هي إلغاء الكفالة بتاعة العاملين في السعودية. والخبر ده احنا بنأكدوه ان نزل قرار بإلغاء الكفالة في السعودية للعاملين. فاحنا كان الحلقة اللي فاتت يعني بصراحة عملنا شغل كويس. احنا عايزين بس نبين في تطور الخبر ده من حيث التطور اللي هيحصل فيه او ايه الاليات بتاعته اللي هنمشي فيها. بس يا سيد، في الخبر ده في ملحوظة مهمة المفروض اللي احنا ننوه عنها، يعني فكرة ان هو قصة ان انا يخلص العقد بتاعي، انا الكفالة بتاعتي ما اظنش ان هي فيها حاجة جديدة. مفيش. بص حبيبي، المشرع في أي دولة لازم يشرع لصالح المواطن. تمام، لازم يعني ما نفكرش إن هو بيشرع للعامل، هو بيشرع لصالح المواطن وبيشرع لصالح الدولة، لتقدم الدولة. فيعني إحنا ما ناخدوش الخبر إن هو إلغاء الكفالة ده هدية لنا، لا. خش بقى في جوه التفاصيل واعرف بالظبط الموضوع ايه عشان ما هي اللي تبقاش فيها الموضوع المفيد. لان المشرع مش هو المشرع يقصد المواطن، ما يقصدش العامل. فيبقى احنا يا عامل او يا راجل الموظف هناك يخلي باله في العقود، وانت هتشرحها لنا. هو بيبقى في الفكرة، هتبقى في العقد، يعني احنا هنقرأ بس كده، احنا بنتطلع للرؤية بتاعت الخبر وهنتناقش فيها وهنحاول احنا نوصل لتفاصيل فيها كده ممكن تهمنا كتير. يعني تمام. في بند كده وقفنا عنده شوية، اللي هي فكرة ان انا لو لغيت العقد بتاعي اثناء العمل بتاعي في اي شركة، طبيعي يا استاذ هيتحط فيه شرط جزائي. طبعا طبعا، هناك زي ما نوه الست مستشار الحلقه فاتت، القانون قانون واللي مكتوب مكتوب، فما حدش بالبركه دي بتاعتنا الغوها يا جماعه. لازم تقرا عقدك كويس، ولازم توافق على كل البنود، ولازم يبقى كل الشروط تبقى قدام عينك. يعني الموضوع بتروح هناك بتلاقي نفسك انت ماضي على حاجات بتدينك، لا خد بالك وخلي بالك من العقود كويس. في ناس مستشارين ممكن تسألهم، موجودين كانوا موجودين في البرنامج دوت، احنا معاكم وفي ظهركم وفي كل وقت. وبالنسبة للعمالة، العمالة الكلام ده لجميع العمالة مش بصرية بس. هو الموضوع بيقول لحضرتك ما تفرحش كتير قوي فيه، ما عجبنيش مكان او ما عجبنيش وضع في شركة معينة وحابب ان انا انقل منها، اكيد هيتحط شرط جزائي واكيد هدفع فلوس عشان خاطر انتقل من مكان لمكان. واحنا نوهنا وابتدينا من خلال البرنامج هنا بمبادره جميله مع المستشار علي الاسمري، هيقوم بتاسيس صفحه للبصريين فيها ايميل، بحيث ان انا هستلم العقد بتاعي من اي مكتب العقد، هبعت العقد ايميل، هيتراجع كله قانونيا عشان لو في اي ثغرات فيه او في اي حاجه تضرني انا في السفر هتبقى مصلحه عامه في العموم. تاني حاجه هتبقى الفكره برضه يا استاذ سيد في الصفحه ديت، لو حد بره خارج مصر عنده اي مشكله ده بقى جميل، هيقدر ان اللي هو شاء يساعده قانونيا الله. بدون اي مقابل، برضه هنقدر ان احنا نساعده قانونا. الفكره برضه الثالثه ان في تدريب، في تدريب على سوق العمل. هو مش تدريب على سوق العمل، هو تدريب كيفيه التعامل مع البلد المضيفه لك. تمام، دي مهمه جدا، لان لازم تدرس طبيعتها، لازم تدرس طباعها، لازم تدرس حاجات. ان انت رايح، الواحد بيروح شرم الشيخ بيقعد يقول هروح فين واجي منين والبس ايه واعمل ايه. انت رايح لمستقبلك، مش هتقدر تذاكر شويه الناس اللي انت رايح لهم، فلازم تذاكر الناس كويسه عشان تعرف تروح مظبوط. يعني بالظبط كده. اتمنى بقى من الشباب كلهم، يعني احنا بنحاول بقدر المستطاع كل اللي احنا بنحاول اللي احنا نعمله في مصلحتك، فحاول بس على الاقل ان انت تساعدنا في موضوع العقد بتاعك لعدم المشاكل في أي دولة أو لعدم المشاكل في أي مكان، لأن حضرتك بتمثل مهنة مهمة جدا وبيبقى ليك دور في المكان اللي أنت بتبقى فيه، بتمثل نفسك وبتمثلني وبتمثل أي شخص حاب اللي هو يطلع، لأن أي مشكلة في أي مكان بتعوم بالضرر علي أنا كشخص لو فكرت اللي أنا أسافر بعدي. فأتمنى من حضرتك اللي أنت تساعدنا في حاجة زي كده، وقلنا كذا مرة بدون أي مقابل وبدون أي شيء، لمصلحة حضرتك.
استاذن حضرتك يا استاذ سيد، نطلع فاصل نستقبل اول ضيف. طب احنا معنا الضيف ده متشوق جدا الحلقه ديت، الحلقه ديت حاسس ان انا العملي بتاع الشغل بتاعنا، فانا متشوق جدا للاستاذ ابراهيم مدني ومعمل الاستاذ ابراهيم مدني، وان شاء الله يكون ضيف شيق ونستفيد منه ان شاء الله باذن الله. استاذن حضراتكم نطلع فاصل بسيط نستقبل ضيفنا ونرجع لحضراتكم تاني. ورجعنا لحضراتكم تاني من الفاصل، استضافه مع استاذنا الجميل الاستاذ ابراهيم المدني صاحب تجهيز نظارات. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، شرفتنا. اهلا بيك. ازيك استاذ ابراهيم؟ متشكر للدعوه الجميله دي. حالك انت؟ شرفتنا يعني، وان شاء الله شرف ليا. حلقه مميزه، الله يخليك. هنعرفوا فيها على مراحل تجهيز النظاره ان شاء الله. هنعرفه بيها من افضل معمل في مصر كلها، من اجهزه متطوره. هو انا اول سؤال بالنسبه لي مبهم هساله لحضرتك، هي يعني انا بروح اعمل كشف، بروح لمحل النظارات واديله كشف البس النظاره، ايه اللي بيحصل بقى في يعني من بعد محل النظارات لغايه لما تجيلي، ايه اللي بيحصل في نظارتي؟ لا هي هتبقى رحله طويله شويه. احنا معانا فيديوهات هنشوفوها دلوقتي ونشرحه من خلالها. تمام. هو العميل لما بيروح لمحل النظارات بيختار الفريم اللي هو عايزه وبيديله البريسكريبشن، بياخده سواء كان المحل الشركات الكبيره بيبقى فيها معامل خاصه بيها او شركات بتتعامل مع معامل مركزيه زي عندي. بيجيب لنا الكشف، بنبدا احنا نحضر العدسات. طبعا الحاجات دي لها حسابات كتير قوي، لازم نطلب اقطار معينه بناء على الكشف، ولازم نطلب بسكيرفو، لازم نطلب سيكنس، بحيث نبدا نجهز العدسات. وبعد كده بتبدا تخش في مرحله التركيب جوه المعمل بقى. تتعلم على جهاز اللينسيميتر، بنبدا نشوف قوه العدسه وبنحدد البقره بتاعتها فين بالظبط والمحور اللي هو بنسميه الاكس. القوه مكتوبه على لازم يجيب عدسه مطابقه للكشف بالظبط. لا يعني لازم تتاكد تاني، لازم اتاكد. بيحصل كواليتي كنترول حوالي 3 مرات. ادي اول مرحله. اول مرحله بنعمل كواليتي كنترول كويس على العدسه الاول قبل اي حاجه، وبعدين بنتشيك على البوارات بتاعتها مظبوطه ولا لا. بنحدد البقره، بنحدد المحور اللي هو الاكس، وتكون مطابقه كقطر الديوميتر بتاعها مطابق للفريم اللي هيتركب عليه، لان مش كل فريم ينفع يتركب عليه كل العدسات. يعني اختيار الفريم في البدايه مهم جدا، حاجه مهمه. لذلك احنا بننصح الناس لما تروح تشتري النظاره من محل النظارات، في برضو مع حضرتك معروض نقدر نشرح عليه برضو. احنا يعني انا بنصح الناس لما تروح تشتري نظاره من محل النظارات لازم تاخد راي الاخصائي اللي بيبيع لك، لانه اكيد هيوجهك للصح. لان يعني برضو انت مش هتبقى عارف شكل النظاره بعد ما تخلص هيبقى عامل ازاي. يعني الاخصائي يعني بيبقى متخيلها. اختيار النظاره مهم جدا، الاخصائي مهم جدا لتنفيذها بطريقه كويسه. تمام. جميل جدا. طيب ندخل بقى في مرحله التطوير في المعمل بقى نفسه. تمام. الشغل بقى في جوه المعمل نفسه بالنسبه لتركيب العدسه. بص، هو احنا التطور عندنا سريع جدا جدا، يعني بطريقه احنا زي ما احنا شايفين. الفيديو برضو جاهز معانا على الهواء لو حضرتك حابب دي كانت تشرح. يعني ده كانت الطريقه القديمه للشغل، كان بيبقى يدوي، وانا اشتغلت كده يدوي. دي بتحتاج مهاره كبيره جدا من الفني عشان يقدر يطلع النضاره، بس بيبقى ليه حدود. الكواليتي قد ايه بقى؟ يعني المفروض يعني لازم يعني يكون فني غير شاطر غير جدا، غير المكنه وغير الديجيتال. لا طبعا مختلف خالص. اقل بكتير. اقل بكتير زي ما احنا شايفين. بيبدا يقص العدسات بمقص عادي ده قبل ما يظهر التطور بتاع المكن الحديث اللي طبعا ده كان في البدايه. ده في البدايه. عشان فورمتين الشكل الشيب نفسه يطلع مظبوط طبعا بيحتاج دقه، واكيد مش هيبقوا زي بعض. احنا لو عملنا الحاجه يدوي 1000 مره مش هيطلعوا شكل بعض اكيد. لما لو عملناها مليون مره على مكنه هي عدد لفات بشكل تاخد معين سكان على طول تبقى مظبوطه زيها بالظبط. بعد كده طبعا حصل تطور كتير اكتر من مره. يعني احنا دلوقتي بنشتغل بطرق مختلفه خالص عن كده. احنا اولا جهاز اللينسيميتر اللي بنعلم بيه كان الاول مانوال، دلوقتي بقى ديجيتال. بيحدد لنا حاجات كتير جدا في العدسه. يعني حضرتك تحط العدسه كده يطلع لك الباور بتاعتك. برضو مع حضرتك بنحس التطوير في الاجهزه. تمام. معانا ساعدت كتير استاذ ابراهيم بالنسبه للوقت. طبعا كمان. طبعا الوقت والدقه اهم حاجه الدقه. تمام. يعني دي شكل الفريمات اللي احنا بنعملها للعملاء. الفول فريم ريمليس والهاف فريم. طيب الاجهزه كمان بتساعد في العدسات البروجريسيف كتير.
جدا. لان احنا بيبقى عندنا لازم اخد بروفا للعميل. تمام. احنا بننصح دايما كل الاخصائيين في المحلات لازم تاخد بروفا كل عين على حدة. يعني لازم كل عين على حدة. يعني انا وانا رايح اشتري فعلا حصل لي كده. قعدني كده وقت. هي دي اسمها بروفا. بروفا لازم. ولو ما عمليش يبقى في لا مش هتطلع مظبوطه. ولو جالنا نظاره ما معهاش بروفا بنرفضها في المعمل. ما ركبهاش لانه ممكن ما يشوفش بيها. لان احنا هنا بنبقى متحددين في ابعاد معينه في العدسه. مسافات والانترميديت. والريدنج. فانا لو ركبتها في مكان مش مظبوط لو ملي لا مش. طب ايه احدث الاجهزه اللي حضرتك دلوقتي بنستعملها بالنسبه للمعمل؟ احنا بنشتغل باجهزه كلها سكان. كلها سكان. كلها سكان. تمام. بنرسم الفورمه او بنصورها. يعني بعد المرحله دي كان رسم اللي هو بالشكل دوت. ده كده بنعمل سكان. بس عشان ابسط برضه للساده المشاهدين. بيرسم الفورمه بالشكل ده كده. السكان ده اللي هي الفورمه اللي بتبقى موجوده في النضاره اللي هو اللي اختارها. الفريم نفسه بنحطه وبنعمل عليه سكان. زي ما شفنا كده شكل الفريم بيطلع نفسه. ابره صغيره كده بتطلع ترسمه بتحدد البيس كيرف بتاع الفريم. بتحدد العمق بتاع البيفل نفسه. بتحدد الشيب وبديله البريدج دوت عشان انا برضو في الاخر هشتغل على مقاسات. مش قصه ان انا بقص عدسه. مش بقص فورمه وبحطها. لا الفورمه وشك غير وش الاستاذ سيد غير وشي. فريم ده غير اي فريم تاني. تمام. فانا براعي الحاجات دي كلها. بالتالي انا كعميل اهتم جدا ان يكون مثلا مجموعه المحلات دي عندها معمل بتتعامل عندها معمل او عنده معمل مركزي بيتعامل معاه. مركزي يبقى كويس. لان لما شرحت حضرتك دلوقتي المالتي فوكال اللي هو بروجريسيف. تمام. لقيت ان هو بالطريقه اللي احنا شفناها اليدوي ديت ممكن ما يطلعش جدا مظبوط. لازم حد يكون يعني محترف قوي ويحصل مشاكل الاطباء ومع المحلات. ده مش شايف. طب استنى شويه مش عارف. انما بالاجهزه بالظبط لازم بتفرق كتير قوي. تمام فندم. تمام. طيب بالنسبه للتركيب عايزين برضو نتكلم عن نظارات الاطفال. تمام. بالنسبه لعدسات اللي هي البريزم لو في مشكله للطفل او كده في عدسات بريزم. يعني موضوع البريزم انا بشتغل فيه كتير جدا. تمام. هو قليل يعني هو ممكن النضاراتي يقعد سنتين ثلاثه ما يشوفش نضاره بريزم. انا كمعمل بشوفه كتير. بيجي لنا من الدكتور برضو بنطلبه من المصنع لان احنا دايما المعمل بيبقى ليه ارتباط جامد مع المصانع. اللي بتصنع. احنا عندنا في مصر برضو مصانع محترمه جدا. بنصنع العدسات البريزم دي بنطلب الوصفه بالظبط زي الطبيب ما بيبقى كتبها وبنركبها على ابعاد معينه بحيث دي نظاره علاجيه. تمام. لان هي بتعمل ازاحه للصوره على حسب قوه البريزم اللي الدكتور بيكتبه. تمام. هل نوعيه العدسه بتفرق مع حضرتك في التركيب؟ بتفرق كتير. من حيث كل كوتنج بيبقى على العدسه بيختلف عن كوتنج تاني. ليه طريقه في القص. ليه طريقه في الاستيكر اللي بنلزق بيه العدسه. ما ينفعش اي حاجه لان العدسه ممكن تلف وهي بتتقص. الكوتنج ده اللي هو طبقات الحمايه اللي هو الانتريفلكشن اللون اللزق الاخضر والازرق. بيبقى الهارد والانتريفلكشن اللي بتحط على العدسه. انت حضرتك تتدخل في النضاره اللي جايه لك من محل تقول له لا دي انا مش هنفذها؟ لو جايه لي ناقصه اي بيانات. يعني الكشف مش موجود فيه اي بي دي. الدكتور بيكتب تو فيت يبقى المفروض اخصائي البصريات ياخده. او لو نضاره بروجريسيف والعميل النضاراتي مش واخد بروفا. فطبعا بنرجع له تاني بياخد بروفا وننفذها له. لو الفريم دوت مثلا نضاره شمسيه بيس كيرف عالي. لازم نصنع عدسات بنفس البيس كيرف. بنتدخل في موضوع ان احنا نطلب من المصنع سيكنس معين بيس كيرف معين قطر معين. بنعمل ديسنتريشن في العدسه لان العدسه بتبقى حجمها كبير. والعميل مثلا وشه صغير فالاي بي دي اللي هو البعد بين البقره دي والبقره دي بيبقى الاي بي دي صغير. فبنطلب من المصنع لا اعمل لنا ديسنتريشن في العدسه دي مقداره قد كده. سنتريشن يعني ترحيل. يعني ترحيل للسنتر. سنتر ايه؟ سنتر العدسه. يعني العدسه ليها يعني العدسه لها سنتر. يعني العدسه دي ممكن ارحلها كمان. طبعا. والمصانع عندنا طبعا بتنفذ لنا الكلام ده كويس جدا هنا. وتصنع وتصنع بمواصفات عشان الطفل تبقى موجود. طب لو 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 عفوا يعني في معمل غير مدني حصل خطا ونفذنا النضاره من غير سنتريشن او اي بي دي مظبوط او حاجه العميل هيبقى عنده مشاكل في الرؤيه طبعا. هيبدا يحس بحاجات تانية. هيتعب في لذلك احنا بنعمل كواليتي كنترول على النضاره اول ما بتدخل.
بنراجع كل الحاجات دي، العدسات مطابقه والكشف والفريم نفسه كل ده ماشي مع بعضيه، بنبدا نشتغلها. حتى بعد ما بتشتغل جوه على الاجهزه وبتتقص وتطلع، بنرجع تاني نعمل عليها كواليتي كنترول لاكتر من مرحله. في شيت ليست بيبقى موجود قدام الفني بيراجع على المراحل دي كلها، عشان لو في اي مشكله اسهل حاجه ان احنا نفك ونغير من اول وجديد، وده ما فيش فيه اي مشكله. المهم ان توصل للعميل تبقى مرتاح كويس. ويشوف كويس ومبقاش عنده يعني مشاكل. يعني طب حضرتك بتختم الكشف مدني ولا لا المحلات هي اللي بتختم المحلات يعني هي اللي بتختم ان انا اما اشوف الختمه اطمن كده. لا المحلات طبعا هي اللي بتختم الكشف. طيب بالنسبه لو جالك شامبر ما فيهوش المواصفات، بيقولوا عليه نظاره رصيف او حاجه، حضرتك بتتعامل معاها ازاي؟ والله في الاغلب بنرفضها لان هي تسبب مشاكل كتير، وحتى يعني لو فرضنا انها اتعملت هي بتبقى نظارات ملهاش مسمار، ملهاش مش الخامات بتاعتها بتبقى خامات رديئه، مش مش معموله عشان تبقى نظاره طبيه، دي معموله نظاره جاهزه. نظاره بس كده قرايه او حاجه. فبنرفضها لان حتى لو اتعملت بتطلع مش العدسات مش هتبقى راكبه كويس، مش مظبوطه، فيها اجهادات، فبنرفضها خالص. يعني ده طبعًا. ده يبين بقى للمشاهد ان هي القصه مش قصه عدسه بتركب في نظاره. لا ده موضوع كبير عشان يبين للساده المشاهدين برضو من الموضوع. لا في حد بيختار لحضرتك نظاره وبيختار لحضرتك العدسه المناسبه ليك، وبعد ما بيختار العدسه المناسبه ليك بنخش في موضوع معمل في ناس كلها قايمه على العمل بحيث ان هو يوصل لحضرتك النظاره تبقى انت مرتاح. قدرنا ان احنا الامانه اللي هي اللي موجوده معانا من حيث الكشف اللي بيوصل لي من الدكتور بالزبط. يبقى انا قدرت ان انا انفذ كل شيء فيه تمام. بكل دقه وبكل احترافيه، لان بيبقى المعمل بيبقى معمل كبير وفي تيم كبير جدا شغال، بيبقى في عدد كبير والاجهزه كمان غير بعضها زي نظام خط انتاج. بيبقى كل مكنه او كل جهاز بيقوم بوظيفه، مش مكنه بتعمل كل حاجه في المعامل المركزيه. بيبقى المعمل ده ليه كذا وظيفه، بنعمل كل حاجه، كل نظاره مرحله تخلص يخش مرحله ثانيه. يعني كل مكنه ممكن تعمل المراحل كلها، بس كل مكنه بتبقى مهيئه. ما هو ده اختلاف برضو بين الاجهزه، عشان كده الواحد دايما بيطور. ما هو التطوير بيجي منين؟ التطوير بيجي ان انا الاجهزه دي حديثه جدا بس برضو مش ملبيه لي احتياجي في المكان الفلاني. لسبب، لان انا طبعا بعمل كل انواع النظارات. انا مش بعمل نظاره فول فريم وهاب فريم، لا انا بعمل كل انواع النظارات. فكل حاجه بتحتاج اجهزه معينه الشركات بتمدنا بيها، بيدي لك مثلا موديول معين عشان يشغل لك حاجه. يعني ده من الشركه. طبعا يعني من الشركه. الشركه الام. الشركه دي ما تديش لاي حد، مش لا للاجهزه بتاعتها. والجهاز بينزل مثلا ستاندر بحاجات معينه. طب انا عايز اعمل حاجه تانية، عايز مثلا اكتب حرفين على على العدسه. ده ممكن موديول. طبعا ده موديول بيديه لي الشركه. واعمله. عايز ان انا اعمل شكل غريب. ودي الحاجات الجديده، حتى هم عملوا تكنولوجي جديد اسمه اوبتيكال تريسنج. انا ساعات بشوف كده سمكه مثلا، زي السمكه شعله نار. ده بتتعمل ميكي ماوس. هم لما عملوا تطوير بعد اللي احنا شفناه ده، عملوا حاجه اسمها اوبتيكال تريسنج. الاوبتيكال تريسنج تصوير. عشان في الاول خالص، اول ما عملوه عشان نظارات الريملس. عشان التخريم ده تمام. والابعاد والارتفاعات بتاعته الموضوع صعب، مش سهل عشان تطلع مظبوطه وتطلع كل ابعادها سليمه وتطلع العدسات مواصفات الكشف مظبوطه مع الحاجات دي. فعملوا الاوبتيكال تريسنج. الاوبتيكال تريسنج بنصور الديمولينس. بيتصور فياخد ابعاد التخريم. فبعد كده اتطور ان هو بقى نعمل اشكال صعبه. نعمل، في ناس بتطلب حاجات غريبه، عايز نظاره شكل قلب. نظاره مش عارف ايه. ده في اليدوي بقى يبقى لا في اليدوي صعب جدا، مستحيل يطلع. يعني عشان يطلع ممكن ناس تجتهد وتعمله، بس طبعا هيبقى فيه اخطاء، يعني ما بيطلعش مطابق. اصل احنا بنعمل سكان على العدسه. يعني بنصور العدسه دي وبنطبق عليها العدسه الثانيه، فالاثنين بيطلعوا. لو في غلطه هنا هتطلع في دي، في الشكل، في الشيب نفسه. نفس الشيب نفسه، نفس الشكل نفسه بالظبط. انا اي بيطلع فيه. كنت الاول طول عمري يعني بعمل العدسات ازاز. دلوقتي اروح يقول لي لا ده مش عارف ايه، فايه اللي حصل يعني؟ التطور في الازاز ما عادش موجود خالص.
والازاز وقف في اماكن كتير بره. يعني حتى لما بنسافر وبنروح معارض وبنشوف ما فيش، يعني نادرا ما تلاقي عدسات ازاز. كل التطور والتكنولوجيا الحديثه كلها في العدسات البلاستيك. يعني ما بقى كان الاول يعني بلاستيك يعني عيب. هو كمان كان في مشكله، يعني زمان كانت الشركات هنا في مصر قليله، فكنا بنضطر لعدسات الازاز بس. الكلام ده بقى له فتره طويله. دلوقتي الشركات الحمد لله موفره لنا كل الاندكسات اللي هي معاملات الانكسار، عشان ازاي سمك ضغط العدسه نفسه، ان انا اقدر اعمل عدسات رفيعه. الاول كان مضطر ان انت الباور ده مش موجود فتلجا للازاز. دلوقتي الشركات موفره لنا الكلام ده كله، وعندنا مصانع بتلبي برضو الاحتياجات دي. احنا عاملين مفاجاه لحضرتك برضو النهارده. طب كويس. هنطلع فاصل وهنستقبل بعد الفاصل ضيف عزيز علينا كلنا وعلى حضرتك برضو استاذ سيد. طبعا احنا يعني انا حبيت اعمل ميكس في الحلقه بين العملي والنظري، فاستعنت باستاذ فاضل الاستاذ نصر عويس، استاذ محبوب عضو هيئه التدريس بمعهد الفني الصناعي للبصريات، فهيشرفنا ويدلو معنا بعلم ان شاء الله. ينور. خلونا نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم في فقره ثانيه. رجعنا تاني ومع ضيف عزيز علينا استاذ نصر الدين عويس عضو هيئه التدريس بالمعهد الفني للبصريات. هو المهنه دي ليها معهد؟ ليها معهد طبعا. يعني انا مثلا ساعاتي وانا بتاع زي ما عندناش معاهد، اشمعنى انتوا ليكم معهد؟ اعرف بس بالمعهد، هو المعهد الفني الصناعي للبصريات تابع لوزاره التعليم العالي. كويس. المعهد بيتم الدخول ليه عن طريق طلبه الثانويه العامه العلمي وطلبه الثانوي الصناعي، ولتقنين بعض الاوضاع للعاملين بالمجال بيتم دخول بعض مرتادي المهنه الحاصلين على الثانويه العامه العلمي مع البكالوريوس او المعهد فوق المتوسط. دي جزئيه خاصه بالمعهد والتعريف بيه مختصره. ده يعني انا بشتري نظاره، هو لازم يبقى صاحبها خريج اللي بينفذ النظاره؟ اللي هو صاحب المحل. طبعا صاحب المحل مش واحد معاه فلوس يفتح محل. نظام الاستثمار في مصر او على مستوى العالم، انا ممكن اكون رجل اعمال او مستثمر، بس شريطه ان يكون داير المكان الفني او اللي هو مدير فني للمشروع، الناحيه الفنيه اخصائي بصريات زي الصيدليات. يعني انتوا مهنه الصيدليه ممكن يكون رجل اعمال وبس مدير المكان اخصائي بصريات، يعني ترخيص من وزاره الصحه معطله. مهنه كده شبه الصيادله زي حاجه كده بالظبط فني. يعني مش اي حد بقى ابوه بقى بتاع نظارات طلع هو الموضوع، يعني بتمشي كده يعني مش لا مش شرط مش اي حد. بص ساعتك زي ما قلت ساعتك هو في تقنين الاوضاع. يعني مثلا انا مثلا على سبيل المثال استاذ فلان الفلاني والده نظاراتي، توارث المهنه ابنه. ابنه ممكن يقنن الوضع بتاعه لو هو مش حاصل على المعهد الفني للبصريات، بيدخل المعهد الفني من الباب اللي هو هيكون حاصل على البكالوريوس او المعهد فوق المتوسط، بشرط يكون حاصل على ثانوي عام علمي او ثانوي صناعي. يعني كده الدرجات مثلا بتاعت المعهد دوت 50% و بيقولوا حاجه. بالنسبه للمعاهد الفنيه الصناعيه هو اعلى معهد على مستوى المعاهد الفنيه الصناعيه. ايه ده معروف كمان يعني؟ هو اعلى معهد من ناحيه التقدير، هو السنه دي على سبيل المثال بالنسبه للتقديرات هو خد حوالي 89 45%، يعني حوالي 90%. طب زي كليات. اعلى من بعض الكليات. كم معهد؟ هو بالنسبه للمعاهد الحكوميه هو معهد واحد، المعهد الفني الصناعي للبصريات باب الريش، وبالنسبه للمعهد الخاصه هو معهد شيرتون مصر الجديده، ده معهد بيدي بكالوريوس 4 سنين، ده اخصائي تخرج من اخصائي بصريات. حابب يكمل البكالوريوس ممكن، اعتقد كان في فتره ان هو كان ممكن يعمل ماجستير في الليزر. بالنسبه للمعهد الفني الصناعي للبصريات هو خريج المعهد الفني الصناعي للبصريات، الشباب اللي داخلين من عن طريق التنسيق من حقه ان هو زيه زي اي معهد فني صناعي تاني، من حقه ان هو يكمل الكليات العمليه بتاعته سواء كانت كليه تعليم صناعي او كليه هندسه او كليه تربيه. طب سؤال بس. اتفضل يا فندم. انا كولي امر وابني نجح في ثانوي عام علمي، تنصحني ازاي؟ ايه المميزات اللي تقول لي عليها عشان اروح المعهد الغريب دوت؟ طيب بالنسبه للمعهد، هو اول حاجه بالنسبه لمجال البصريات، اللي ما يعرفش مجال البصريات، خريجين المعهد على مستوى الجمهوريه اللي هم خريجين المعهد الفني الصناعي للبصريات اللي هو بتاع بوريش، المهنه بالنسبه للفنيين او الاخصائيين ما فيهاش بطاله، بالعكس هي عندها عجز عماله. جميع العاملين او جميع خريجين المعهد اغلبهم بالنسبه خصوصا نتكلم بالنسبه للشباب اكتر من البنات، الشباب بنسبه حوالي 99% بالكامل
يا اما بيشتغل في المجال هنا في مصر او بيسافر بره مصر. هي فرص بره كتير، فرص السفر من ثاني سنه ليه خريج لو هو ما عندوش خدمه عسكريه، لا بيسافر ثاني سنه بعد سنه خبره. يعني نسبه البطاله قليله من زيرو، زيرو نسبه البطاله زيرو بالنسبه للمهنه نفسها. طب يعني ده دعوه لما بنحتاج موظفين ما بنلاقيش. بندور كتير قوي على ما بيجي. ده صحيح. طيب استاذ ابراهيم، احنا المعهد العلم والعملي تكملوا ازاي؟ يعني تلاقوا ازاي في نقط مع بعض؟ احنا بصراحه بمشاركه مع الغرفه التجاريه، الغرف التجاريه القاهره وكان في اسكندريه عملنا مؤتمرات قبل كده وبدانا، كان استاذ نصر طبعا كان بيبقى موجود وكنا بنعمل مؤتمرات وبنعمل تدريب للطلبه تمام اللي كانوا بيجوا، وكانت بتبقى حاجات كان بيبقى يعني تبادل معلومات. كان بيبقى تبادل معلومات، كان بيبقى عليه اقبال كبير جدا. يعني عملنا قبل كده كان في الغرفه التجاريه في القاهره، ونقلت الاجهزه والمكن ونقلتهم هناك وشرحنا للناس عملي بقى. جميل. وكانت الناس مبسوطه جدا طبعا، ده لان الكوادر دي عايز تتدرب يعني. بالظبط. بنكمل بعض. التدريب مفتوح عموما لاي حد اخصائي او فني طبعا، هم لهم الاولويه يعني، هم الاحق من اي حد. بالنسبه للسؤال ده، هل المناهج معاصرة التطور اللي حادث في المعامل والعالم دي؟ بالنسبة للمناهج، بص ساعتك أنا أتكلم برضو بصراحة. أي منهج على مستوى التعليم سواء كان في مصر أو برا مصر، التعليم بخرج من الكلية أو من المعهد بتاعي مش شرط أن أنا أكون بروفيشنال في المجال بتاعي. عفوا مع احترام ساعتك، كلية الطب اللي هي قاعدة كلية القمة في مصر، الطبيب خريج الكليه مش بيخرج يدخل غرفه العمليات يشتغل جراحه بيده، بيخرج بياخد البيز بتاع الماده العلميه بتاعته، بيخرج بياخد الممارسه العمليه داخل المستشفيات مع الدكاتره اللي هم الاساتذه، بيكمل ممارسته العمليه بعد كده بيقدر يمارس حياته المهنيه. بالنسبه للمعاهد الحكوميه، معهد الفن للبصريات بياخد طبعا البيز الكامل، بياخد بيز الاوبتكس كامل، الفيزياء، الفيزياء الضوئيه سواء كان فيزياء ضوئيه او بالنسبه للمجال البصريات سواء ماده العدسات او الشنابر او المواد الطبيه المتخصصه داخل المعهد، بياخد البيز كامل. لكن يعني نقول بقى هل هي مناسبه للتطور اللي حاصل؟ لا. هنقول مثلا ايه على سبيل المثال، هنقارن نفسنا بمعهد شيرتون، عفوا معهد السودان بره مصر، معهد اريتريا، معهد نيجيريا، معهد الاردن، معهد السعوديه. هناك المعاهد عندها إتاحة إن هي تطلع الأوبتومترست. الأوبتومترست تعريف بس، الأوبتومترست هو الأوبتومترست اللي هو الفاحص اللي هو عنده القدرة على كشف النظارة. دكتور يعني؟ طبيب؟ لا مش دكتور. مش دكتور؟ طبيب. مش بيفحص؟ طبيب. ما احنا عندنا هنا فحص يعني. هو هنا الخلط حاصل هنا. الخلط حاصل إن خريج المعهد العالي مثلا في الأردن يعني هنا مثلا يعني المفروض يكون اسمه أوبتومترست. أو دي فاحص بصر. مش طبيب عيون. هنا الاختلاف يا جماعه. الخلط حاصل من ثقافه الشعوب هنا. يعني هنا عندنا في مصر ان اي حد، ان زي ما ساعتك قلت هو مش دكتور، لا هو مش دكتور. هو طبيب فاحص بصر. يعني انا كنت في السعوديه مره ودخلت كشفت في المحل. ماشي. هناك في السعوديه عندهم تقنين للفحص البصر، فحص البصر لازم يكون حاصل على بكالوريوس فحص بصر، واغلبهم بيكون يا اما طبيب عيون مصري. طب ما احنا هنا اوبتومترست في المحل. طب ما احنا بنخرج هنا بيدرسوا 5 سنين اوبتومترست، بيدرس جميع المناهج اللي تؤهله انه يبقى فاحص بصر. تمام. طيب استاذ نصر، استاذ ابراهيم وضح لنا دلوقتي الاليه بتبقى جوه المعمل بتبقى عامله ازاي، والساده المشاهدين برضو هيبقى واضح لهم ان الموضوع مش سهل. الموضوع في جهاز بصري، في ناس شغاله فيه، في ناس بتجهز نظاره، حد بيختار نظاره، في علم طبعا، في مراحل التنفيذ كتير جدا. انا دلوقتي لو دخلت محل نظارات ونفذت نظاره ولبست نظاره مش مرتاح لها، حضرتك تنصحني بايه؟ طيب هناخد الموضوع واحده واحده. العميل اللي احنا هنسميه بالنسبه لنا احنا كمراكز بصريات اسمه عميل، بالنسبه للطبيب بيشنت او مريض. طيب هو الشخص ده اتعامل مع عياده البصريات، عياده الرمد، وتعامل مع مركز البصريات. هو في كلتا الحالتين الشخص مش مرتاح، مش ده قصدي ساعتك؟ مظبوط. طيب انا مش مرتاح، انا كفاحص كمركز بصريات بمسك النظاره براجع النظاره بتاعتي، مواصفات الكشف اللي موجوده عندي، جميع البيانات الموجوده في الكشف سواء كانت اللي هو الحاجات البريسكريبشن اللي موجوده في الكشف، سفير، سلندر، اكسس، اي بي دي. بعد كده بمسك النظاره، بظبط النظاره سواء كان حاجه اسمها بانتسكوبيك انجل والراب انجل، دي زوايا ميل افقيه وزوايا ميل راسيه، دي خاصه بالفريم. اظبط الفريم كله. لو الموضوع لسه مازال في لغط عند العميل
لو مش مرتاح برضه لسه هنا بوجهه تاني، برجعه تاني للطبيب لإعادة الكشف. يرجع الكشف معاه على طول. اه بالظبط. يرجع يشوف الخطا جاي منين. استاذن حضراتكم بس نستقبل مكالمه ام عمر من اسكندريه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. لو سمحت كنت عايزه اسال سؤال. اتفضلي. بعد سن الأربعين العين بتبقى مش بنعرف نقرا بيها القران ولا نمسك اي حاجه نقراها. فممكن اشتري نظاره من اللي هم بيتباعوا يعني جاهزين ولا لازم اعمل كشف؟ نظاره قرايه جاهزه. لا تحت امر. سؤالك مهم جدا يا ام عمر ومتشكرين على المداخله ديت. ويجاوب علينا عليها استاذ نص كده. طيب هو مختصرا هو بالنسبه بعد سن ال 40 بيحصل على حاجه اسمها عدم القدره على التكيف. طبعا يفيدنا فيها اكتر اطباء العيون. عدم القدره على التكيف بيحصل زي ما بيحصل في الجسم كله، بعض الخلل في بعض الوظائف الحيويه للجسم. فمن ضمنها العين. بيحصل لك موضوع ان انا اشتري نظاره جاهزه من الصيدليه. طيب هل النظاره دي مطابقه للمواصفات؟ احنا لسه كان الاستاذ ابراهيم بيتكلم قبل الفاصل. ايوه. مطابقه المواصفات والاي بي دي ورفع المقاسات والكلام ده كله، هل النظاره الجاهزه اللي هي الريدي ميد اللي موجوده في الصيدليات هل هي مطابقه للمواصفات الصناعيه؟ هل هي مطابقه للمواصفات الطبيه؟ اطلاقا لا طبعا. اطلاقا لا. وكل رايت مش زي الليفت. والعين اليمين طبعا طبعا تلقائيا العين اليمين الكشف بتاعها مش زي العين الشمال. وممكن برضو ما تبقاش المشكله في الضعف او طول النظر بس، يعني وارد، يعني وارد في جدا في القراءه كمان ممكن يبقى في حاجات تانية كمان مع طول النظر. ده صحيح. تبقى موجوده ما تساعدش النظاره في الرؤيه اللي هي الكامله. استاذ ابراهيم، لان احنا ما راعيناش فيها النظاره الجاهزه، ما اترعاش فيها كل المواصفات اللي في البريسكريبشن بتاع الدكتور. الراجل دوت الاي بي دي بتاعه 60 والاستاذ نصر الاي بي دي بتاعه 64، طب انا هلبس نفس النظاره اللي هو هيلبسها؟ فالنضاره الجاهزه لا، احنا كل نضاره بتتنفس بتتفصل للي هيلبسها. استاذ ابراهيم كنت شفت لك صوره كده وانت في معرض في شركه، انت بتحس ان انت عايز تطور نفسك دايما وكفايه كده ولا ايه يعني؟ لا هو لسه بدري قوي. كل ما نوصل لمرحله لان لسه بدري قوي نحاول ندور على اللي بعديها. بتستفاد اكتر من المعارض والشركات ديت. انا سافرت معارض كتير وسافرت بلاد كتير عشان اجيب معلومه. ايوه. والحمد لله ده طبعا كان بيفيدني كويس قوي. أيوه. وفرق معايا في معملي في الاجهزه، في نوعيه الاجهزه. بتطور في الاجهزه يعني نزل فيرجن جديد مش عارف ايه طبعا بيحصل. لازم نعمل ابجريد كل فتره. ابجريد كل لازم فتره. لازم كل فتره بنعمل ابجريد لان بيطلب مننا نعمل حاجات مختلفه عن اللي كنا بنعملها مثلا. فعشان تطلع مظبوطه لازم نحدث شويه. تحدث فيها شويه. فدايما الواحد بيجري ورا التطور. بالنسبه للتطور في العلم الشباب الخريجين بقى يتطوروا ازاي؟ بص ساعتك بالنسبه ان انا استقي المعلومه عندك اكتر من مصدر. اول حاجه المصادر اللي هي الحكوميه، المعهد الفني للبصريات او المعهد الشورتن اللي هو المعهد الخاص. ده بالنسبه للناحيه الاكاديميه. طب الناحيه العمليه عندي اكتر من شركات عندها مراكز تدريب زي شركه كذا، في اكتر من شركه. عندي موجوده عندها مراكز تدريب بتاعتها. كويس. وبيتم توجيه الخريجين من الطلبه والطالبات لبعض الشركات دي لتدريبهم، وبعد كده لو هم محتاجين حد منهم بيتم تعيينهم داخل الشركات دي. والجمعيه عامله مركز تدريب. تعيين البصريين. جمعيه البصريين عامله مركز تدريب برضو. من ضمن الحاجات المجانيه برضو اللي شبه مجانيه جمعيه البصريين المصريه. وفي حاجه البصريين لهم جمعيه كمان؟ جمعيه البصريين المصريه هي جمعيه. طبعا جمعيه منفرده. منفرده؟ اه. بيقولوا لي في الليبيس ان حضرتك عضو مجلس اداره جمعيه البصريين. نتشرف بيك يعني. طيب خليني يا استاذ نصر اخد حضرتك في حاجه ثانيه برضو. اتفضل يا فندم. راي حضرتك في الشاب البصري اللي بيدور بس اللي هو يسافر وخلاص، ما بيبقاش هو اصلا جاهز بنسبه حتى 70% او 80% او مؤهل قبل السفر، حضرتك تنصحه بايه؟ انا هنا عايز اتكلم بس في الجزئيه يا جماعه، بالله عليكم موضوع العقود ومراجعتها. البند مثلا لو هو عباره عن ورقه واحده. البند الورقه العقد كله لو ورقه واحده او 10 ورقات، كل بند فيه والله بفلوس. كل بند فيه والله بفلوس. ده اللي احنا بنحاول نوصله. أيوة. الفلوس يا اما ليك لما عليك يا اما عليك هيكلفه كتير. اي بند. أيوة. انت بتعتقد لان بعض الشركات السفريات للاسف
بتتصل على الاخصائيين، يا جماعه انا عندي عقد مثلا بكذا الف ريال، طب العقد تفاصيله ايه؟ يعني ممكن يغريك مثلا بمبلغ حلو جدا في العقد، طب وبعد كده هو مش عامل حسابه اللي هو مش لسه هيصرف هناك، لا اللي في دواخل، لا داخل العقد ممكن مثلا استخراج الاقامه ما يكونش على الكفيل، استخراج الاوراق ما يكونش على الكفيل، تحديد السكن، تحديد الانتقالات، هو بالفعل كل بند مش مكتوب في العقد رجاء بجد والله هيحاسب عليه، بيبقى متلهف، هيحاسب عليه، بيبقى طالع من بيئه اقتصاديه ضعيفه فما بيصدق يلاقي عقد، امضي يا ابني امضي يا عم، يروح شركه التسويق عايز تاخد عليه العموله، فالواد على سجيته فبيمضي يعني، هو ده مشكلته. في مكالمه مفاجاه، استاذ سام منظور معانا على التليفون. استاذنا اهلا وسهلا بيك استاذنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ سامي زهرك، استاذ سامي اخبار ساعتك؟ استاذ سامي استاذ الافاضل مقدمي البرنامج المحترم، مساء الخير على حضراتكم. مساء الخير يا فندم، الله يبارك فيك. انا سؤالي موجه للاستاذ نصر، هل المنهج التقني والعلمي في معهد البصريات هل بيتم مراجعته وإعداده بواسطة مجموعة من السادة في وزارة التعليم العالي، ولا هو ده المنهج بقاله فترة من الزمن مفيش أي تغيير؟ زي ما حضراتكم ما تفضلتم من شوية إن كنتوا بتواكبوا التقدم التقني في صناعة العدسات على وجه التحديد، هل يتم تطوير المنهج مواكبة مع تطور العلم والتقني لصناعة العدسات، ولا المنهج بقاله فترة على نفس المنوال؟ شكرا استاذ سامي، وطبعا الإجابة ديت يعني هنحط استاذ نصر فيها كده يجاوب لنا، بس بكل أمانة وشفافية. مش عايزين ننحاز يعني. هل قواعد الفيزياء بتتغير؟ سؤالي واضح. قواعد الفيزياء عمرها ما تتغير. القواعد البيز، انا كلامي كان واضح في الاول خالص. القواعد عمرها ما تتغير، الثوابت عمرها ما تتغير. في تقصير في بعض المناهج زي ما قلت لسعادتك قبل كده، البيز القاعده العلميه ما بتتغيرش، لكن مطلوب تطويرها. مطلوب تطويرها. هل بيتم مراجعتها؟ بيتم مراجعه. هل القواعد العلميه ثابته اصلا؟ مش يتم اضافه بعض المواد الاضافيه او بعض التطوير للمنهج نفسه، وده طب بيتم في عندنا اداره اسمها اداره الجوده في وزاره التعليم العالي، وعندنا اساتذه في المعهد. بس مفيش يعني، انا في مناهج بتدرس سيبنا من الفيزياء حاجات مدرس لا تفيد الاخصائي بشيء، زي ايه يا فندم؟ الجراده والحداده وسعادتك بالنسبه للصيانات، صيانه الفريم، هل الفريم ده مصنوع من ايه؟ مصنوع من خامات كتيره. المعهد تصنيفه، احنا كده برضه هندخل في سجال مش في جدال، ملوش منه طائل. ايوه المعهد معهد فني صناعي. أيوه. تابع لوزاره التعليم العالي، مش معهد فني صحي. هنا التصنيف هنا في لغط عند بعض الناس. فبرضه هنا الكلام هيكون موجه لبعض الفنيين مش موجه للجمهور. طيب هو سوق العمل لما بيخرج بيطلع الخريج من معهد البصريات ما بيلاقي نفسه تايه الخريج، لان بيشوف حاجات عمره ما شافها عندكم في المعهد. هو ده مربط الفرس. هل في مواكبه ان احنا لما يطلع على الاقل يقول انا اتعاملت في حاجه زي كده كذا كده؟ المعهد كل سنه بيتم ارسال بعض الدفعات لشركات البصريات، زي ومنهم الشركه العربيه للبصريات تبع القوات المسلحه، بيتم ارسال حوالي مثلا 20% من خريجي الدفعه تدريبهم، بس ما حصلش طبعا السنه اللي فاتت. أيوه. لموضوع الكورونا. لكن سنويا بنبعت من 60 ل 100 طالب سنويا. بنبعت يتدربوا بالفعل لمواكبه التطور اللي احنا بنتكلم عليه. تمام. ده بالنسبه للبصريات، لكن بالنسبه لمجال البصريات اللي هي الخاصه بالنظارات الطبيه والشمسيه، كنا في الاول كان في بنعمل داخل المعهد ندوات علميه بنستضيف بها الشركات الخاصه بصناعه العدسات. اكتر من شركه طبعا استضفناها داخل المعهد، داخل مقر المعهد، يعني لاطلاع الطالب على ما هو حديث في السوق. تمام. طيب سريعا كده يا استاذ ابراهيم عشان الوقت للاسف معانا، حضرتك تنصح الوقت جميل خلص بسرعه. حضرتك تنصح الشباب البصري بايه؟ ان هم يتدربوا. انا اهم حاجه عندي بنصح بيها كل الشباب التدريب. التدريب ده اهم شيء، يتمرن في اي مكان هيستفيد.
انما ما يعتمدش على ان هو خلاص اتخرج فانا حافظ كل حاجه وعارف كل حاجه وهبدا اسافر واجري واروح الحاجات دي، لا اتدرب كويس هنا الاول وبعد كده شق طريقك، لان كل يوم في جديد، احنا أيه. كل يوم بنتعلم معلومه جديده. يعني اوقات كتير مثلا بكلم استاذ نصر اساله على حاجه هو يكلمني ونقعد نتناقش، بنتجمع جروبات يعني معظم اصدقائنا في الشركات بنقعد ونتجمع مع بعض ونقعد نعمل حلقات نقاشيه مع بعض ونوصل لمعلومات كل يوم في نقل الافكار ده بيفيد. فالتدريب هو اهم شيء، الطالب يتدرب كويس هيلاقي فرص ممتازه جدا. هو يعني شقين، التدريب دي عايدة عليه وعايدة علي انا كعميل، وهتعود على سوق العمل. وسوق العمل احنا لما بنحتاج فني ما بنلاقيش. استاذ نصر كلمه اخيره كده برضو للبرنامج والطلبه بتوعك، وانت محبوب في وسط طلباتك يعني كده. هو اول حاجه انا سعيد جدا باستضافتي هنا في البرنامج استاذ احمد واستاذ سيد، وطبعا مع اخويا استاذ ابراهيم حبيبي. هو برضو ارجع تاني لموضوع السفر، موضوع المعهد الفني ما هوش حاجه قليله عشان نقل منها يا جماعه بالنسبه للشباب الخريجين، وموضوع التناقض اللي حاصل حاليا كتير جدا على السوشيال ميديا، مين فني مين اخصائي مين اوبتوميتريست، كله بيكمل بعض. يا جماعه ما فيش حد فينا قليل، انت خليك شاطر في مجالك هتوصل فيه اعلى مستوى انت موجود فيه. بس احنا سعدنا بحضراتكم جدا، شكرا لكم باللقاء ده، ونتمنى ان هو يتكرر كذا مره. يعني احنا محتاجين حلقات تانية كده يعني معاكم يعني بصراحه كتير الوقت لم يسعفنا بصراحه، وانتم اسرتوا الحلقه بعلمكم وتدريبي وعملي ونظري ما شاء الله. وشكرا لحضوركم، اشكرك على الاستضافه الجميله دي. سعدنا بحضراتكم النهارده، وان شاء الله الخميس القادم في موعد جديد وفي الافضل دايما باذن الله. السلام عليكم.